السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة هنشرح جبر. الباب الأول معانا بيتكلم عن حاجة اسمها نظرية المجموعات. مبدئيا كده هنشرح في الفيديو ده حاجات أساسية، يعني ايه مجموعة، حاجات أساسية. في الفيديو التاني إن شاء الله هنشرح مع بعض العمليات عن المجموعات. يعني الباب هيتقسم على فيديوهين. مبدئيا كده يعني ايه، يعني ايه مجموعة؟ مجموعة تعرف بأنها تضم مجموعة من الأشياء. قد تكون هذه الأشياء حروف أو رموز أو أرقام زي ما احنا شايفين كده، تمام. المهم إن الأشياء دي تبقى محددة ومعرفة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عارف أقدر أحددها. طيب في ملحوظة تانية، إن لازم الرمز اللي أنا فرضه للمجموعة يكون كابيتال. لازم الرمز ده يكون كابيتال. ليه بقى؟ لأن أنا ممكن أقول لك إيه بتساوي المجموعة A B C مثلا. إيه بتساوي A و B و C، فبالتالي إن أنا أقدر أفرق بين الرمز بتاع المجموعة والعنصر الموجود داخل المجموعة. لازم الرموز بتوع المجموعة دي تبقى كابيتال، A أو B أو N إلى آخره، تمام؟ تمام. لو قلت لك مثلا العنصر اتنين، العنصر اتنين ده بينتمي للمجموعة ايه؟ تقول لي اه ينتمي. طب لو قلت لك العنصر 10 ينتمي للمجموعة ايه؟ تقول لي لا، لا ينتمي. تمام. اعرف ازاي ان المجموعة دي محددة ولا غير محددة؟ قادر ان انا اعد العناصر بتاعتها يبقى محددة، 2 4 6 8، يبقى المجموعة دي محددة ومعرفة. المجموعة الغير محددة زي مثلا ما اقول لك ايه بتساوي المجموعة 1 2 3 إلى ما لا نهاية. دي مجموعة غير محددة أو غير منتهية، مش عارف نهايتها فين. تمام. تمام. طيب والطريقة اللي أنا بعرفها الطريقة اللي أنا كاتبها دي اسمها طريقة السرد. طريقة السرد اللي هي بتكتب العناصر داخل أقواس، تكتب العناصر داخل أقواس. طيب عندي طريقة تانية اسمها طريقة الصفة المميزة. طريقة الصفة المميزة اللي هي دي، بقولك مثلا ايه بتساوي اكس، حيث ان الاكس بينتمي للان، والاكس عدد زوجي، الاكس زوجي. تمام. والاكس اكبر من او يساوي الاتنين، واقل من او يساوي 8. طيب انا عايز احول الطريقه اللي هي بالصفه المميزه ديت لطريقه السرد، او عايز احولها لعناصر داخل قوس مجموعه، اعمل ايه؟ ده سؤال بيجي في الامتحان برضو. هقوم قايل الاي هتساوي، افتح قوس مجموعه، قال لي اكس، حيث اكس بينتمي للان. وعرفنا طبعا ان الان، عارفين طبعا ان الان هي مجموعة الاعداد الطبيعية. ان هتساوي المجموعة 1 2 3 4 الى ما لا نهاية، دي مجموعة الاعداد الطبيعية. طيب انا عايز احول بقى، قال لي الاكس عدد زوجي، والاكس محصور بين ايه وايه؟ قال لي الاكس اكبر من او يساوي الاتنين، اقل من او يساوي 8. طيب وهو عدد زوجي، طب تعالى نشوف الاعداد الزوجيه اللي اكبر من او بتساوي، قال لك بيساوي الاتنين. تمام. يبقى 2 4 عندي 6 8. تمام. هناخد 6 و8، بس الاعداد تبقى
من 2 4 6 8. ليه بقى؟ لانه قال لي الاكس اكبر من او تساوي الاتنين، يبقى اخد الاتنين الاربعة ستة والتمانية لان في بيساوي 8، وقال لي هنا عدد زوجي، لازم تبقى ايه؟ هتساوي المجموعة 2 4 6 8. كده انا حولتها لطريقة السرد، حولت طريقة الصفة المميزة لطريقة السرد. تمام. نيجي بعد كده المجموعة الجزئية. المجموعة الجزئية برمز لها بالرمز ده، علامة الجزئية. في مثلا عندي الشكل ده، بي بتساوي 1 و2، اي بتساوي 5 و6، والسي بتساوي 4، والمجموعة دي كلها بتساوي ايه؟ هي ايه؟ طيب المجموعة بي اللي هي جوه دي جزئية من الايه؟ جزئية من الايه؟ المجموعة سي جزئية من الايه؟ المجموعة اي جزئية من الايه؟ هنيجي على حاجة اسمها المجموعة الشاملة. المجموعة الشاملة ديت هي أكبر مجموعة، المجموعة الشاملة هي أكبر مجموعة، وأي مجموعة تانية بتكون جزئية منها. أي مجموعة بتكون جزئية منها، يعني ممكن أقول لك مجموعة إيه هتبقى جزئية من الشاملة، مجموعة بي جزئية من الشاملة، فاي جزئية من الشاملة، يبقى هي مجموعة دي المجموعة الكبيرة، دي الأم بتاع المجموعات كلها. بعد كده عندي تساوي المجموعات. تساوي المجموعات لما اقول لك ايه بتساوي البي، اذا المجموعتين دول متساويين. متساويين في ايه؟ في العناصر الموجودة داخل المجموعتين. يعني مثلا عندي المجموعة ايه بتساوي 1 و3 و7، ادي مجموعة. المجموعة بي بتساوي 7 و3 و1، هما نفس العناصر بس متلخبطين، بس هي هي العناصر. اذا المجموعتين دول متساويتين، المجموعتين دول متساويتين. المجموعة الخالية أو بسميها المجموعة فاي، المجموعة الخالية أو المجموعة فاي هي مجموعة جزئية من أي مجموعة أخرى، جزئية من مجموعة أخرى. مثلا فاي جزئية من الـ A، فاي جزئية من الـ B، فاي جزئية من الـ C، فاي جزئية من الـ U اللي هي المجموعة الشاملة. طيب فاي جزئية من الـ A، عندي هنا فاي جزئية من الـ A، والـ A جزئية من الشاملة. قلنا دايما المجموعة الصغيرة بتبقى جزئية من المجموعة الأكبر منها، يعني المجموعة فاي دي هي أصغر مجموعة. ليه؟ مفيهاش عناصر أصلا، فهي بالتالي جزئية من الأكبر منها اللي هي فيها عناصر ايه. طب والشاملة؟ الاي دي اصلا جايه من الشاملة، الاي دي انا جايبها من الشاملة، فبالتالي هي جزئية منها، والفاي برضو جزئية من الشاملة. تمام. تمام كده. هناخد دلوقتي شوية امثلة على الكلام ده. اذكر عناصر المجموعة التالية. عندي هنا المثال الأول بيقول لي A بتساوي X، حيث X بينتمي للآن. يعني ايه بينتمي للآن؟ X ده اللي هو عناصر المجموعة، العنصر الموجود داخل المجموعة A، أي عنصر من عناصر المجموعة A. تمام. بينتمي للآن. ايه الآن دي؟ دي مجموعة الأعداد الطبيعية، هي بتبدأ من 1 2 3 إلى ما لا نهاية. تمام. عندي وقال لك الإكس، الإكس اللي هو العنصر الموجود داخل المجموعة، أي عنصر بقى تمام موجود داخل المجموعة هو إيه؟ قال لي أكبر من التلاتة وأقل من الاتناشر، أكبر من التلاتة وأقل من الاتناشر. طب تعالى قلنا مجموعة الأعداد، قلنا مجموعة الأعداد الطبيعية
اللي احنا بنرمز لها بالرمز ان بتساوي المجموعة 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية. دي اسمها مجموعة الأعداد الطبيعية. تمام، أنا عايز المجموعة إيه بقى؟ عايز أحولها من طريقة، دي اسمها طريقة إيه اللي إحنا قلنا عليها، طريقة الصفة المميزة. عايز أحولها لطريقة السرد. أعمل إيه؟ هقول بتساوي المجموعة بتاع قوس مجموعة ال إكس بينتمي، لازم لازم تنتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي دي. تمام تمام وعندنا لازم، تمام، اكس قال لي اكس اكبر من التلاتة، اذن التلاتة مش معايا لان مفيش هنا او يساوي. اكس اكبر من التلاتة، تمام، يبقى هناخد الاربعة والخمسة والستة. قال لي اقل من الاتناشر، اكس اكبر من التلاتة واقل من الاتناشر، مفيش او يساوي، يبقى الاتناشر مش معايا. يبقى هبدأ من اول الاربعة لحد الحداشر. تمام، لو في هنا او يساوي كنت هاخد التلاتة والاتناشر معايا في المجموعة، مفيش او يساوي. انا هبدأ من اول الاربعة لان اكس اكبر من الاربعة، يبقى اربعة وخمسة وستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر. يبقى دي المجموعة بتاعتي، حولتها كده من طريقة الصفة المميزة لطريقة السرد. تمام، تعال نشوف التانية البي. تمام، البي بتساوي المجموعة اكس، حيث ان الاكس بينتمي للان، قلنا ان هتساوي مجموعة الاعداد الطبيعي اللي هي 1 2 3 4 4 5 6 الى ما لا نهاية. دي مجموعة الاعداد الطبيعية. قال لي اكس، تمام، وقال لي اود. ايه اود؟ يعني فردي، يعني الاكس اللي انا هختاره او العدد اللي انا هختاره لازم يكون فردي. تمام، قال لي الاكس هنا، الاكس اكبر من او بتساوي التلاتة واقل من الحداشر. تمام، يبقى احنا هنقول هنا البي هتساوي المجموعة اكس اكبر من او بتساوي التلاتة، التلاتة عدد فردي يبقى اخده، الأربعة عدد فردي لأ،